السلام عليكم خوتي خواتاتي ومساء الخير على الجميع ورمضان مبارك كريم. جبت لكم واحد التقرير على وضعيه حكيم زياش. فحسب موقع سبورت ويتنس فان المغربي زياش يتجه لاتخاذ قرار مصيري لا مع تشيلسي بسبب الوضعيه اللي كيعيشها مع تشيلسي منذ تولي مدرب تشيلسي تشاو توماس توخيل. ودابا غادي نقرا عليكم شنو جا في التقرير ونبداو على بركه الله. بات الرحيل عن تشيلسي في الصيف السنه الحاليه حلا منطقيا للنجم المغربي حكيم زياش الذي يبحث عن فرص أكبر لإبراز إمكانياته واستعادة فريقه الذي فقده في لندن. وكنا متفقين على هذه النقطة أن زياش خفق الفريق ديالو منذ مجيء لتشيلسي. راه زياش ديال أياكس ماشي هو اللي كنشوفوه حاليا مع تشيلسي. وأفادت صحيفة كاتشو ميركاتو عبر موقع سبورت ويتنس أن قناعة المدرب توماس توخيل بإبعاد زياش عن التشكيلة الأساسية للفريق تدفع اللاعب لمغادرة الفريق بعد نهاية الموسم الحالي بحثا عن فرص ودقائق لاعب أكثر. وتابعت أن زياش أظهر نفسه وقدم مستويات جيدة مع المدرب السابق فرانك لامبارد قبل أن يتم تغيير الأخير بالألماني توماس توخيل الذي لا يقتنع بإمكانيات المغربي ولا يعتمد عليه كثيرا. يعني بعض الناس الله يهديهم اللي كيقول لك بأن زياش صعيب عليه الدوري الإنجليزي حقاش الريتم ديالو سريع وفي الاندفاع البدني هكاك علاش نقص المستوى ديالو. ونساو أصلا أن زياش مع لامبارد كان محيح ومقرب لها ديال بصح. وراه تراجع المستوى ديال زياش بسبب مدرب تشيلسي تشاو. وكان عدد من النقاد واللاعبين السابقين قد اجمعوا على ان الحل الامثل للمغربي هو الرحيل عن الفريق ولو على سبيل الاعاره، ولكن بشرط ان استمر حاله على ما هو عليه الان، مؤكدين ان المغربي يرغب في مدرب يعتمد عليه ويوظفه جيدا كما اعتاد في اياكس امستردام. وبالفعل راه لاعبين كبار نصحوا زياش بمغادره تشيلسي في الميركاتو الصيفي المقبل مثل لاعب تركويج وريني فاندر. وراه سبقت بارطاجيت معكم شنو قالوا لزياش بالتفصيل الممل. وختاما في الاخير قولوا لي الراي ديالكم، واش نتوما مع انتقال زياش في الصيف المقبل او انكم مع استمراره في نادي البلوز؟ كيف العاده كنسال الاراء ديالكم في قسم التعليقات. وكان معكم اسلام ونخليكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله. وشكرا لكم ومع السلامه.